كيف تفاعلت الجماهير بعد انطلاق صافرة النهاية والظفر بالثلاث نقاط؟ يعني الجماهير تفاعلت بشكل أساسي وبشكل ربما يعني بجنون. اليوم هذه المباراة هي مباراة مهمة للمنتخب العراقي ومباراة فيصلية. اليوم تغلب المنتخب العراقي في الدقائق الأخيرة بهدف ثاني على المنتخب السعودية. شلون شفت أجواء المباراة؟ أجواء المباراة كلش حلوة، أداء المنتخب ممتاز. يعني إحنا شفناه بأول مباراة لهم، كانوا يعني تعرف الرهبة والبداية أول مباراة بالبطولة، بس اليوم لا، برافو عليهم، برافو برافو إنه أداء، والكل شاف الهجمات كلها عراقية، وإن شاء الله الكأس عراقي. تتوقعين انه بسبب انه الضغط الجماهيري من قبل يعني داخل ملعب المدينه اجبر المنتخب انه ان يبذل قصارى جهده؟ لا، بس هو هاي يعني انت شفت الاجواء، مطر وصعب يتحركون وصعب ينتقلون، لكن هذا ادائهم ويا المطر وهيك، لا اذا بدون مطر شلون؟ توقعاتك كاس عراقي؟ اكيد عراقي 100%. شكرا جزيلا.